السلام عليكم. كنحيي الحاضرين اللي معنا. بالنسبه لحمزه قال لك سلام اخي عبدو، سيل تو بلي موا كو جي بوبليي مون ايكيفالونس في الجروب. Enfin, ils ont dit que ce type d'équivalence est admis que pour les universités. Avec l'ilm, j'ai moins de 13 au total. Je vais vous parler dans le privé. Voilà, c'est le problème. Je vais vous parler de l'équivalence. Je vais vous parler de lettre de motivation. Je vais vous parler de la motivation. Je vais les études universitaires. Je vais vous ودفعت لهم حتى هذوك لي زيتود يونيفرسيتير اللي درت، ولا دفعت لهم غير الباكالوريا بوحدها. دابا هذا هو الاشكاليه. الاشكاليه كما قلت لك في البريفي، قلت لك غادي نشوفوا حنا، ما قلت لكش ما باش نلقاو حل، ولكن غادي نشوفوا هذا المشكل هذا اللي كيعطيو الناس اللي عندهم الباك قل من 13 وكيعطيو لهم يقراو في لي يونيفرسيتي. كنعرفوا ان لي يونيفرسيتي سيليكتيف، يعني كيختاروا لي كونديسيون 13 على 20. بالنسبه لي هوتي كول لا، ما كيختاروش هاد الاخر. غادي واش غادي نقول لك، الحل الوحيد هو انك تتصل قبل ما تفوت شهرين من لا ديسيزيون تاع ليكيفالونس، تولي تتصل بالبيرو ديكيفالونس، قول لهم انا راك عطيتوني هاد الشيء هذا ما نقدرش نديرو، واش نقدروا نبدلوا لا ديسيزيون ولا نديروا شي ديسيزيون اخرى، وشوف واشنو غادي ندير لك. بالعلم ان كنعرفوا بان مثلا التونسيين ولا الجزائريين كيعطيو لهم تيب كور، ولكن المغاربه كيعطيو لهم، الاغلبيه كيعطيو لهم تيب بلون يونيفرسيتير. نمشيو للسؤال ديال اسامه قديري. سلام خويا عبدو، دفعت الماستر في يو سي وطلبوا مني الدبلوم ليسونس لغولفي نوت ديال هاد لاني، واخا درت ليهم باللي مازال ما ساليتش شي حل عافاك. الحل الوحيد هو انك خصك تتصل بهم وتقول لهم فوالا انا راني راه عطاو لك واحد لو نيميرو يمكن دو سويفي، ولا عطاو لك واحد النيميرو نتاع النيميرو دو كوريسبوندونس، وهذاك غادي تتصل بهم على اساس هذاك لو تيكي، هذاك لو نيميرو تيكي اللي صيفطوه لك ولا نيميرو الدوسي ديالك، وتقول لهم فوالا انا راني مازال في لا ليسونس، واش نقدر ناخذ يعني واش نقدر ناخذ اون بري انسكريبسيون. يعني ومن تاخذ ليكيفالونس انك غادي تولي تصيفط لهم لي دوكيمون دوموندي. هذا الشيء اللي كاين. بالنسبه لنور الدين خويا اسماعيل، واش ما كاينش شي اخبار على الدراسه السنه التحضيريه باللغه الفلامانيه في الجامعه ديال خنت؟ بالنسبه للناس كما قلت لكم، وكنت درت واحد البوست هكا قلت لكم ما تنساوش الكوتي فلامو، واللغه الهولنديه راه ماشي شي لغه صعيبه. ومين غادي تمشي وغادي ديروا لي كلاس بريباراتوار نتاع النيرلندي، لا لونغ نيرلندي، غادي تقراوها كوم يلفو، غادي يكون عندكم واحد نيفو طالع، نيفو مجهد، يعني بطبيعه الحال غادي تكون الممارسه والاخر، يعني راه ماشي شي حاجه صعيبه. يعني هي يكون الا كان عندكم ان باجاج في لونغلي ولا غادي تنفعكم. بالنسبه للدراسه نتاع في الجميع في لي كلاس بريباراتوار ديال خنت، خصكم الاول تاخذوا كونتاكت مع شي ايكول ولا مع شي يونيفرسيتي وتقول لهم احنا باغيين نسجلوا في لي كلاس بريباراتوار، باغيينكم تقبلونا على اساس اننا غادي نديروا اون اني لاني بروشان، نديروا اني بريباراتوار نتاع لا لونغ، والاني اللي كيسوي غادي نجيو نقراو عندكم. هما غادي يعطيو لكم واحد لاكور، بهذيك لاكور كديرها مع الدوسي ديالك وكتصل بالجامعه نتاع خنت، ماشي الجامعه نتاع خنت ولكن الجامعه ديال خنت عندها واحد القسم نتاع الاقسام التحضيريه. هذاك القسم ديال الاقسام التحضيريه غادي تصيفط لهم لي دوكيمون اللي غادي يطلبوا لك. خصكم تبديو دابا هاد الشيء هذا، خصك تبدي دابا في هاد لي بروسيدور، لان خصك تعرف واحد الحاجه بان القرايه في الكلاس بريباراتوار كتبدي حتى جونفي، يعني كيكون عندك باقي الوقت نتاع الانسكريبسيون حتى شهر 8. هذه واحد بالنسبه يعني غادي تقرا غير في جونفي لجوان، يعني الا جيت تقرا من جونفي لجوان 2018، احنا في 2017 فوالا، تقرا من جوان 2000 غادي يعني يكون عندك بزاف الحوايج، يكون عندك الوقت باش تدفع الفيزا وتسجل الدوسي ديالك، الوقت كذلك انك الا كنت في المغرب باش تتبع شي دروس اخرى في اللغه الفلامانيه باش ملي تجي هنا يكون عندك سهل. يعني فوالا تبدي اولا بالاتصال بشي جامعه تصيفط لهم لي ديبلوم ديالك، غادي يقبلوك ديريكتومون، نورمالمون ما كيعقدوش الامور. وابري غادي تتصل بالجامعه نتاع الجامعه ديالك سميتو ديال خنت، القسم ديال لي كلاس بريباراتوار، يعني القسم تاع لي كلاس بريباراتوار.
وصافي هادشي اللي كاين. بالنسبة لنانا خويا يكونوا ما عطاونيش تيب كور في الفيزا، ودرت اني بخي ابخي بغيت ندير بولي تكنيك، وهضرت مع ايكول يدير فيها السيتيام اللي قال لك وي، مي ابخي سيت اني غدوز دي غادي دوز دي او باش دي بولي تكنيك. هادشي ما انا واللي عاود كان ما فهمتش لا كيسيون ديالك، ولكن غادي نحاول ما هادشي ما يطرلكش على الفيزا. ما مهم، ما الكيسيون ما فهمتهاش مزيان، ولكن ديويا ما تقدرش دير فيزا باش تجي تفوت الديويا، خصك تجي ديرها توريست. بالنسبة للناس اللي باغيين يفوتوا الديو اس خصهم يديروا فيزا توريست باش يجيو يفوتوا على مكان، ما اعتقد خصهم يبريباريو لي كور كاينين اونلاين، وتقدروا ديروا لهم لا دوموند اونلاين. بالنسبة للفيزا راني كنت هضرت في خصكم تشوفوا لا فيديو اللي درت على الفيزا، راه كاين شروط اللي كيطلبوهم باش انك تدفع الفيزا، يعني ماشي نامبورت كيل جامعة ولا عفوا ماشي جامعة، نامبورت كيل انسكريبسيون. كاين دي زيكول اللي يقدروا يعطيو دي انسكريبسيون، لكن سون با اكسبتابل باغ لاخر، و il faut faire attention. كاين دي زيكول واخا كيعطيوكم تي بلون وكيعطيو لكم دي انسكريبسيون، واخا هما تيب كور راه في لا دوموند دي فيزا دي ريفيزوها لكم، غادي يقولوا لكم فوالا راكو راه لو تيب اللي عندكم في ليكيفالونس ما يقدرش انكم ديروا هذا الاخر. غادي نمشيو للسؤال الاخر. اناس رياني، يا تيل اون بوسيبيليتي دو فيغ ليكول بوليتكنيك دو بروكسل ابخي دو اي تي جيني انفو؟ وي، يعني بالنسبه للناس اللي عندهم دو اي تي نتاع لو في لونيفرسيتي يقدروا يديروا يقدروا يكملوا بهذاك الدي تي نتاع لي جيني سيفيل، خصهم يفوتوا ان كونكور، خصهم يقولوا ليكول، خصهم يعني ملي ياخذوا كونتاكت مع البوليتكنيك يقولوا لهم حنا فوالا انا عندي الدي تي في هذه لي برونش، هذه لي برونش اللي قريت، وهما على اساس هذوك الورق اللي نزعت لهم غادي يحدوا لك فين غادي تسجل، واش تسجل في البروميير راني غادي يقول لك نو ما غاديش نقدروا نعطيوك دي زيكول دي ديسبونسي. الا عطاوك لي ديسبونسي يقدروا يعطيوك لك دي ماتيير ناقصين، ولا يقدروا يعطيوك تبدي ديريكت في الدوزيام اني ولا تبدي في التروازيام اني، يعني كاينه لا بوسيبيليتي، يعني يقدروا يتجاوزوا لك يديكاليو لك واحد يتجاوزوا لك واحد العام ولا عامين بالنسبه للناس اللي خداو يعني في هذا الشيء هذا. بالنسبه نرجعوا لحمزه. حمزه سيكي يفلو، سيكي يفلو لاخي عبدو هو ils ont me dit que ce type d'équivalence est admis pour quelques branches dans les universités mais tu que وا فوالا هذا هو المشكل اللي قلت لك. عندك الاخر ما تقدرش تسجل في الزونيفرسيتي. انا كنقول لك انك تولي تتصل بالسيرفيس ديكيفالونس وتقول لهم فوالا ها هو المشكل اللي عندي. هذا هو المشكل، يعني المشكل اللي عيت اتصلت انا بمجموعه من تاع الاخر، ولكن ما عطاوليش ان ريبون، كيعطيو لك ان ريبونس ستاندار، يعني كيقول لك فوالا ما تقدرش تسجل به، ولكن غادي نشوفوا باقي شويه نتاع الوقت، يعني غادي نخصص الاسبوع الجاي غادي يكون عندي ان شاء الله عاد الوقت باش انني نبان بزاف، وغادي نحاول ندير اتصالات وغادي نشوف شنو كاين في هذه القضيه هذه ان شاء الله نلقاو لها شي حل اخي حمزه. بالنسبه للعدلي السلام، واش لي زونيفرسيتي اون ريجيون فلامون تيطلبوا لا نوت 13 بحال؟ لا، بالنسبه لي ريجيون سي بالنسبه لا ريجيون فلامون كدير ان دوموند دو دوسي، ما كي اكسبتيوش ما كي دومونديوش لا نوت، ما كي دومونديوش لا نوت، دير ان دوموند وصافي، وكتشوف شنو غادي ويردوا عليك، كيردوا عليك ديريكتومون، هما ما تحتاج تصيفط لهم لوريجينال ولا قليل اللي كيطلب لوريجينال، تصيفط لهم غير دي دوكيمون فوتوكوبي ايغاليزي وصافي، ولكن هما كيوقفوا قبل، يعني خصكم دابا تبداو تاخذوا كونتاكت معاهم. بالنسبه ليوسف قال لك باك بلس دو 3 زون اون بو بوسيدي بور بروميير اني باك بلس دو 3 زون، وا تقدر دير تبوسيلي بور لا بروميير اني، الا تبوسيلي بور عندك باك بلس 3 تبوسيلي بور لا بروميير اني خصك دير لا دوموند ديكيفالونس باش تقدر تبوسيلي في الاخر، دير لا دوموند ديكيفالونس وتاخذ، الا كان عندك شي ديبلوم ولا تاخذ هذوك لي انسكريبسيون
هذوك لي زانسكريبسيون بالنسبه اللي درتهم ابري الباك ديالك سكسيون هما دفعهم في الدوسي نتاع الاخر، وتحاول انك تطلب لهم تيب كور، لان تيب كور احسن. تيب كور علاش احسن؟ لان ما فيهش لي فخي بزاف البروميير اني، هذيك 4000 اورو ولا 4100 الاورو، هذيك 4100 الاورو يعني قاسحه شي شويه بالنسبه للبريمير. بالنسبه للتيبكو راه عندهم الاخر، عندهم كتخلص غير واحد 1500 الف كاين، وعندهم في الساعه تيب عندك 3 زون انت يا صافي ساليت المسائل ديالك. بالنسبه لخالد، خالد خويا انا عندي تقريبا 16 مويان جينيرال في البكالوريا، وخاصني ندفع لونيفرسيتي بالحق. كنفكر صعيب نقرا سيونس و فيزيك و شيميو اون فرونسي، كاين شي مشكل؟ لا ما كاينش شي مشكل، الحل الوحيد هو انك من دابا تبدي انك ترونفورسي الباجاج ديالك اون فرونسي، مادام انك عندك 16 يعني خصك تكون اسمح لي، ولكن عندك 16 وعندك غادي يكون عندك مشكل في الفرونسي، يمكن داير كنت داير ايكول بريفي اسمح لي اونتر بارونتيز فهمت، ولكن باش يكون عندك 16 في البكالوريا والفرونسي تكون عندك ناقصه لا ماشي، ولكن ماشي مشكل يعني. كاع كنا في هذه الاشكاليه هذه في الاول ملي جينا وكنا كنقراو وكان المشكل في الفرونسي، يعني خصك تقرا خصك تقرا خصك تطالع. دخل مثلا نعطيك واحد القضيه بالنسبه للفرونسي والفيزيك والشيمي، دخل لي سيت نتاع البوليتكنيك راهم دايرين دي زيكزامبل، دايرين دي زيكزامبل ديال دي زيكزامبل ديال لي زيكزامان تاع الفرونسي ولي تيست نتاع الاخر. دخل عاوتاني كاين السيت نتاع enseignement.be وتشوف لي كور نتاع دي ا او اس، لي كور ديال دي او اس هادي فيهم لي كور نتاع اون فرونسي، لي كور ديال الشيمي ديال وديال الفيزيك، كتاخذ واحد الفكره. هي راه ماشي يعني الا كانت عندك لا باز نتاع الماط والفيزيك والشيمي راه ما غاديش تلقى واحد الاشكاليه، يعني غادي يكونوا عندك غير هذوك لي فوكابيلير هذوك غادي تتعلمهم، يعني تتعلمهم تقدر تشوف حتى لي فيديو في اليوتيوب غادي يعاونوك. بالنسبه ل نانا خويا قالوا لي حتى تقراي هاد الساتياماني بريباراتوار من بعد هاد العام دوزي دي اس على قبل يكون، هما عطاوني انسكريبسيون. شوف مي كت لحد خويا قالوا لي حتى تقراي هاد الساتياماني بريباراتوار من بعد هذا العام دوزي دي اس على قبل يكون هما. هي هذيك دي اس هذيك كتصلح بحال نقولوا حنايا في المغرب باك ليبر، هذا الشيء اللي كاين بحال اللي باك ليبر، يعني هذيك تقدر منين دوزو تكون هنايا في بلجيك تقدري دوزيها ماشي مشكل. ساتياماني باش انك تقدري هذيك ساتياماني باش انك تقدري تسجلي بها ابريل ساتياماني ديالك باش تقدري تسجلي بها مثلا في اوكل في اليونيفرسيتي كاتوليك ديال لوفان، ملي كتنجحي في ساتياماني ما كيبقاوش يشوفوا لك لا نوت نتاع الباك، واخا كيكون عندك الباك طايح ما كيبقاوش يشوفوا لا نوت نتاع الباك يعني، ولكن اوبليغاتوارمون خصك تنجحي فيها، ويعني خصك لا نوت اللي باش تنجحي يعني هي 60%. وكنظن وهذيك نتاع كيما نقولوا حنا باك ليبر ملي كتجي هنا كتبدي كتبريباري له وكتسناي حتى كيلونسيو الكونكور ديالو، لان بحال هذا العام اللي فات ما تلونساش الكونكور ديالو، ولكن هذيك كيلونسيوها الاغلبيه في سبتمبر. فوالا هادشي اللي كاين. حمزه ميرسي بوكو سي عبدو، تو سي جي ان باك بلس 2 في ديال لا توبوغرافي اي اركيتكتور دو زان تابليسمون بريفي اكريديتي بار ليتا بوسي لي فاك اتيستاسيون دو ريوسيت. تقدر دير اتيستاسيون دو ريوسيت، تقدر تبوستيلي بها وي، تقدر تبوستيلي بها لا توبوغرافي و اركيتكتور هنايا، يعني كاين الدومين ديالها من جهه الدومين يعني فيه ما يدار هذا الدومين هذا هنايا. يا او زوينه بالنسبه ل كما قلت لك تقدر بحال والو يطلبوا لك الدبلوم، لان
بحال والو يطلبوا لك الدبلوم ولا تصيفط لهم لاتيستاسيون دو ريوسيت اوريجينال مع بلوس الفوتوكوبي نتاع الاخر وجرب وشوف. هادشي اللي غادي نقول لك. بالنسبه لاسامه عندي ليسونس برو، واش نقدر نكمل ماستر في شي يونيفرسيتي؟ نورمالمون تقدر تكمل ماستر في اليونيفرسيتي. بالنسبه لي ليسونس بروفيسيونيل بالنسبه لي ليسونس بروفيسيونيل خصك تدفع، ولا كما كنقولوا اليونيفرسيتي هي اللي تحدد واش انك تقدر تكمل به ولا ما تقدرش تكمل به، لان هما اللي عندهم لا كومبيتونس ماشي سيرفيس ديكيفالونس. سيرفيس ديكيفالونس يعني لا لوا خول لي زونيفرسيتي ولي زيكول انهم هما ياخذوا لا ديسيزيون بالنسبه لي ليسونس ولا لي ديبلوم تكنيك ولا لي ديبلوم سوبيريور تكنيك. يعني خصك تدفع، ومن الاحسن باش ما تقولش انك تخسر هذيك 200 اورو نتاع الفخي الدوسي ولا الاخر، تصيفط واحد الكوبي نتاع الديبلوم ديالك وهذاك الشيء، تصل باليونيفرسيتي بلي زيكول، تحاول تنوع الاتصالات ديالك باش تكون عندك واحد المجموعه نتاع الاراء وتشوف اللي غادي يرجع عليك واللي يقدر انه يقبلك انك تبوستيلي له باش تجي تقرا الماستر. لان كنظن ان ليسونس بروفيسيونيل حتى في المغرب ابري ليسونس بروفيسيونيل تقدر دير الماستر. بالنسبه للوفاء قال لك بور لي زيكول دوبتيك اين تيب ديكيفالونس، لي زيكول دوبتيك خص يكون عندك تيب كور ويكون عندك الدبلوم نتاع البكالوريا سيونتيفيك. هادشي اللي كاين هما مزيانين، يعني الناس داروهم كيديروهم بزاف وماشي غاليين، كتخموش غاليين. بالنسبه ليوسف لي كونديسيون بوغ ماستر ايكونوميك، لي كونديسيون بوغ ماستر خصك دير لا دوموند اون لين، يعني خص يكون عندك كيطلبوا لك مجموعه نتاع الوثائق من بينها لا ليسونس ديالك، لي نوت نتاع الباك، فهمت؟ كدير واحد البلان فينانسمون، كيطلبوا لك ابخي واحد البلان فينانسمون كديرو وصافي، كتدفع اللي كتشوف لي زونيفرسيتي اللي راك باغي تقرا فيها، ولا تقدر من الاحسن ديرها في ليكول، دير اين ليكول مثلا لشيك اي سي اش او سي، حتى هي كدير الماستر في ليكونومي، انا كتقدر دير لا دوموند في هذيك المدرسه هذيك مزيان. خص يكون عندك بعدا يكون عندك واحد شويه نتاع تكون عندك شويه نتاع لا نوت، ويكون عندك يعني في لي ماتيير حتى كاين الاخرين تكون خادم مزيان. فوالا لي ليه مع هذاك مع كسميتو ليه مع الدومين ديالك. بالنسبه لسعد السيد عدلي خويا اسماعيل عبد الرحمن، يونيفرسيتي ديال كاي لوفان تبع لا ريجيو فلامويك ماشي هي يونيفرسيتي كاثوليك دو لوفان، ياك كاين في لا ريجيو فرانكوفون. لا لوفان لانوف هي مدينه، واش غادي نقولوا هي نص فرونسي نص فرونسي نص فلامون. كاي لوفان يعني هي يونيفرسيتي فلامون، يونيفرسيتي كاثوليك تاع يعني عندها شقين، شق فلاماني وشق الفرانكوفوني، يعني وهي معروفه بانها من بين الجامعات المعروفه في اوروبا يعني، وفيها دي دومين مجهدين خصوصا الدومين سبورتيف وفي لا ميديسين وفي يعني وفي كذلك في العلوم السياسيه يعني. فوالا هادشي اللي كاين. الا درت في اليونيفرسيتي كاثوليك نتاع لوفان كادي تقرا اون فرونسي، ولا درت في كاي يعني راه كا هذيك الكا راه كاثوليك كتعني كاثوليك يعني بالنيغلوندوفون، راه كا هذا الشيء اللي كاين، ما كاينش شي فرق كبير غير هما كاين الشق الفرنساوي والشق الفرانكوفوني وكذا، وعندهم يمكن كنظن عندهم حتى الشق باللغه الانجليزيه. نمشيو للسؤال الاخر، بالنسبه لا ميديسين فيتيرينير اون بلجيك سا كوت كومبيان سيل فو بلي. بالنسبه لا ميديسين جو بونس بان لا ميديسين كيطلبوا له شي 2175، ولكن بالنسبه لهاد لي دومين تاع لا سونتي بانهم عندهم واحد لي بروسيدور لي بروسيدور سبيسيال، عندهم بروسيدور سبيسيال يلفو كونتاكتي ديجا لونيفرسيتي باش تقدري واش انك تقدري ديري لونيفرسيتي، وكاين ان كوتا، كاين كوتا بالنسبه لي زيتيديون اترونجي اللي هي واحد 1%. بالنسبه لحمد سليماني كي راك داير سلام، عافاك راني دفعت الدوسي بور ليكيفالونس في 23 ديسمبر وباقي ما ردوش عليا، كنت ديجا قلت لي بلي غيردو في ديبي دو مارس، مي حتى لدابا باقي ما داروش، واش يمكن ليك تعيط ليهم؟ نقدروا نعيطوا لهم ولا نصيفطوا لهم ايميل، ماشي مشكل. شوف هذاك السويفي، واش راهم دايرين لك، فين راه الدوسي ديالك؟
الى فهداك السويفي يصيف شوف واش راهم دايرين، والا تعطلوا عليك بزاف ماشي مشكل، نعيطوا لهم صيفط لي النيميرو الدوسي ديالك وانا ندير لهم التليفون ونشوفوا بوكوا ايزون غوتاردي. هذا الشيء اللي كاين لو 23 ديسمبر دابا يعيطوا لك نورمالمون. شوف شو تقد تشوف الاخر، صيفط لهم ايميل الاول، صيفط لهم ايميل هذا النهار ولا غدا، صيفط لهم ايميل غادي يردوا عليك من يومين ثلاث ايام، ما ردوش عليك صيفط لي النمره ديال الدوسي ديالك، صيفط لي لو نون ديال لي كوردوني ديال كومبلي، انا نعيط لهم ندير لهم تليفون ونجاوب مالغري ان ما كيريبونديوش ديجا الاغلبيه ما كيريبونديوش في التليفون فهمت، ولكن حنا غادي نتصلوا بهم ونصيفط لهم حتى انا من ايميل ماشي مشكل. بالنسبه للناس اللي في فرنسا وبغاو يكملوا الماستر في بلجيك يقدر يجي نيشان بلجيكا يتقيد او بيان خاصو ضروري يرجع حتى لبلادو ويدفع. بالنسبه للسؤال تاع مغيث قادي، بغيت نعرف غير واش عندك، غادي نقول لك دوكا، الا عندك الورق ديال فرنسا الاوراق نتاع الاقامه تقدر تجي تسجل ديريكتومون، الا راك ايتيديون اترونجي في لا فرانس، الا راك ايتيديون اترونجي في لا فرانس وعندك غير لا كارت سيجور بروفيزوار خصك دير لا دوموند، خصك دير ان دوموند دو فيزا في لا فرانس، ماشي ضروري انك ترجع للمغرب باش دير ولا لالجيري ولا الاخر، ولكن خصك دير لا دوموند دو فيزا في الكونسولان تاع لا بلجيك ولا لومباساد تاع لا بلجيك في باري، كوم دير دوموند نورمال تاع تجي دير انسكريبسيون وغادي يكون عندك لي كونديسيون تاع كيلكان كي لونيون اوروبيان بالنسبه لي انسكريبسيون، ولكن باش انك تشونجي هذاك لو ستاتي بروفيزوار اللي عندك في لا فرانس بحال الا كان عندك الورق مؤقتين نتاع القرايه راه خصك ضروري تشونجي لو ستاتي ديالك، والا كانوا عندك اوراق الاقامه نتاع لا فرانس هذيك حاجه اخرى. بالنسبه لينا كومون جو تروف لونيفرسيتي اون بيولوجي لا موان شير، ما كاينش لونيفرسيتي موان شير، كاين كاع لي زونيفرسيتي دايرين هاد المينيرفال 4175. علاش دايرين هاد المينيرفال؟ راه ماشي هو لو بري نورمالمون لي زونيفرسيتي تا هما خصهم يكونوا في هذوك لي زونفيرون تاع 2000 2500 اورو، ولكن هما هاد 4175 اورو هي لو مونطون ماكسيموم، هذا هو لو مونطون ماكسيموم، يل بوف با ديباسي هاد لو مونطون، يعني عندهم واحد لو مونطون تاع المينيرفال اللي خصهم كيخلصوا لي تيديون، ولكن عندهم دي كون كاين دي فري واحد اخرين، هذوك لي فري خصهم يكونوا ماكسيموم 4175، مع الاسف هما كيديروا لو تاريف ماكسيموم يعني بالنسبه لي زوتي ديالهم، ما وكنجيو نشوفوا بانهم يحيدوا هذوك لي فري ماكسيموم، راه غادي تكون الانسكريبت المينيرفال راه غير شي 800 ولا 900 ديال الاورو بلس لي فري دانسكريبسيون اللي هي اوسي 800 ولا 900 تاع الاورو، غادي يكون 1600 ولا 2000 اورو. بالنسبه لسناء عبد الوسع، السلام جو سوي تيديونت اون ليسونس جو فودر بوسيبل بوغ ان ماستر اون انفورماتيك مي جو نوري مون اتيستاسيون دو ريوسيت ريفي دمون جوسكا فان جوي ا سو بروبو لي ال بي بور اون بور اون برولونغاسيون دو دوري دو ديسبونس le déposement de dossier, mais ils m'ont dit qu'il faut envoyer une preuve d'équivalence avant avril. Qu'est-ce que je dois faire dans ce cas? Et quels sont les hôtes écoles et l'université à Brussels qui peuvent accepter mon cas? Il y a une chose qui est chauffée d'autres universités. Si vous ne savez pas l'équivalence, on a risqué de dire l'équivalence, il y a une qui va rien dire le master. Parce que tu voulais expliquer l'homme, il y a une inscription provisoire au master, mais c'est pour la licence. Voilà, allez dire l'homme, une inscription provisoire. الماستر، وكنظن انهم باش يعطيوك كاين انسكريبسيون بروفيزوار في الماستر، لان غادي يكون عندك في هذه الحاله عندك غير الدبلوم اللي عندك هو الباك، يعني خصك ضروري ديروا لي ليكيفالونس من يعني غادي تشوفي لي ماستر اون انفورماتيك، يمكن كاين دي زيكول اخرين كيديروا، تشوفي لي زيكول لي هوت، من الاحسن تشوفي الا لقيتي الماستر في لي هوت ايكول ديري لي هوت ايكول، ولا شوفي لونيفرسيتي نتاع مونس، شوفي لونيفرسيتي نتاع مونس اتصلي بهم يقدروا يعطيو لك بري انسكريبسيون بالنسبه للمونس. يعني انا عقل هذه دو زون ديجا الاي ال بي كانت كتعطي دي بري انسكريبسيون بالنسبه للناس اللي مازال ما خداو الباك، كانوا كيعطيو دي بري انسكريبسيون، يعني فوالا هذا الشيء اللي كاين ا كونديسيون انك ديبوزي لي دوكيمون نيسيسير او طون. فوالا بالنسبه للوفاء
J'ai fait un visa de touriste, واش إذا درت انسكريبسيون يردوا عليا دغيا بوغ فيزا ديتود. بالنسبة إلا درتي عندك فيزا توريست غادي تجي لبلجيك باش دير انسكريبسيون في ليزونيفرسيتي، باش دير انسكريبسيون في ليزونيفرسيتي غادي يقولوا لك il faut faire la demande en ligne، يعني كوا سو سوا كنتي في المغرب ولا كنتي في لبلجيك غادي تكون لا دوموند اون لين، ما غاديش تكون يعني سور بلاس، ما عندهمش ان غيشي باش دير انسكريبسيون سور بلاس. بالنسبة ليزيكول لي هوتيكول وي، ولكن خصك تعرف واحد الحاجه قبل ما يكون عندك ليكيفالونس، خصك يكون عندك ديجا ليكيفالونس. الا كان عندك ليكيفالونس مزيان تقدري تدوري على لي زونيفرسيتي ولي هوت ايكول وتشوفي وتدخلي لادمينستراسيون تسوليهم واش نقدر ندير واش ما نقدرش ندير. هذه سي 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 ان افونتاج فوالا. وكيكون ان اوتر ستاتيو بالنسبه لي زيتود، بالنسبه للفيزا توريست والفيزا الفيزا نتاع لي زيتود، اهم حاجه هو لو غارون، يعني لي كونديسيون كيختلفوا هنا. لي كونديسيون نتاع ان غارون ولا هذاك السيد اللي كيدير لك ليبرجمون بور ان فيزا توريست، سي با لي ميم كونديسيون بور ان كيلكان كي فا سونجاجي باش يفونونس بور فينونسي لي زيتود ديالك. فوالا، يعني الا ما واضحش الاجابه تقدر تولي تبوزي لا كيسيون. بالنسبه ل غادي فوالا عندي هنايا كيتبلوكا واحد شويه هاد اللايف. فوالا اوكي اوكي احنا هنا. خويا بالنسبه لنا خويا شنو تقدر دير من بعد اني بريباراتوار مات من غير بوليتيكنيك؟ واش من بعد اني بريباراتوار ما يبقاوش يشوفوا هاد التيب دو كيفالونس نورمالمون في لي زونيفرسيتي ولا اخر ما يقدر؟ لا ما يبقاوش يشوفوا اللي ديروا لي برونش اللي كيتبعوا هاد اللي كيتبعوا الفورماسيون ماتيماتيك، يعني ما غاديش يبقاو يتبعوا. الاغلبيه ما كيتبعوش ليكيفالونس، يعني كاين اللي كيقول لك فوالا جبنا السبيسياليتي ماتيماتيك ولا يقول لك جبنا سبيسياليتي سيونس باش انك تقدري ديري شي حاجه بحال هاد، يعني لي زانسكريبسيون اللي راكي باغيه ديري. وباش انك تاكدي تقدري تصيفطي لو سيرفيس نتاع البوليتكنيك اللي عفوا نتاع لاتيني رويال اللي راكي مسجله فيه، وغادي يقول لك واش ما تقدري ديري بلا سبيسياليتي مات، لان في لي سيت ديالهم راه عندهم كي اكسبليكيو وشنو تقدر دير ابري، لان هاد لي كلاس بريباراتوار هما غير باش يرونفورسيو الباكاج نتاع ليتيديون في لو نيفو نتاع ليتيديون. يعني من الاحسن انا كيتصلي باليونيفرسيتي و بالليكول اللي تقرا فيها ديك لا كلاس بريبار لي كلاس بريباراتوار، وتقول لهم شنو نقدر من ندير سبيسياليتي مات وشنو انا اللي نقدر ندير. مي غادي يقول لك فوالا ها هما لي برونش اللي غادي ديريهم اللي تقدري ديريهم ابخي سبيسياليتي مات ديالك. من بعد غادي تصلي بليزيكول اللي كتابعين هاد الاخر، و هاد ليزيكول اللي تابعين لي برونش اللي تقدري انك ديريهم وتسوليهم واش ان هاد لي كونديسيون كاينين ولا ما كاينينش. فوالا، يعني ماشي وكنظن انهم يقدروا يقبلوك سون بروبليم. يعني هادشي اللي عارف عليه انايا، راه دابا لي لوا ولاو كيتبدلوا بزاف ما فهمناهمش واش راهم فين راهم باغيين يوصلوا. بالنسبه لمحمد علي الدبلوم دو شيروجيان دونتيست دو الجيري فالابل، لي ديبلوم تاع بحال دابا بالنسبه نتايا الديبلوم ديالك سي ان ديبلوم دوموندي هنايا في لابلجيك. لي شيروجيان دونتيست راهم دوموندي بزاف 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 بزاف. يعني واشنو كدير؟ كتصل بواحد لو سيرفيس سبيسيال نتاع لا كومينيتي فرونسيز، وكدير كتصيفط لهم لي ديبلوم ديالك وهما براسهم غادي يعطيو لك. يعني الا بغيت تكمل انك على اساس انك باغي تكمل، ومن كتكمل كتجي لا بلجيك باش دير لي زيتود ديالك كيعطيوك حتى لوتوريزاسيون دو ترافاي. بالنسبه لي زانفيرمي، بالنسبه اللي عندهم في الدبلومات في لا ميديسين ولا الاخر، كيعطيو لهم اون اوتوريزاسيون بروفيزوار باش يقدروا يديروا ديز اكتيفيتي في لي زوبيتو ولا ديز اكتيفيتي نتاع لي سوان سونتي ولا بحال هكا. يعني ممكن غير واشنو خص هاد لا بروسيدور كتفوت على واحد لو بيغو، هو هذاك لو بيغو كيدير لك واحد لاغرياسيون ولا بحال كيعطيك ان اغريمون ولا باش انك تقدر دير تقدر يعني تكمل القرايه ولا تكمل الخدمه بالدبلوم ديالك.
واش اختار كيطلبوا مثلا كيطلبوا غير واحد الفورماسيون ديال 6 mois ولا فورماسيون ديال انو ابري مور الدبلوم ديالك غير باش كتعرف لو سيستيم كومون سا مارش هنايا يعني هذاك الشيء جوريديك وهذاك السيستيم تاع نتاع لا ميديسين هنا عندهم كي داير لان لو سيستيم خصك تعرف حتى لو سيستيم كومون سا مارش فوالا هادشي اللي كاين بالنسبه للسؤال الاخر ديال نسرين اسماعيل عبد الرحمن كون جو فو remplir le formulaire là où je dois mentionner toutes les années de mes études après le secondaire. Moi, je fais une année à la maison entre la licence et, voilà, et le master. Qu'est-ce que je peux mettre à propos de cette année? J'ai pas de diplôme pour justifier une formation en attestation de stage. Que faire? Voilà. À Dawa, c'est le vide. Mais, normalement, il faut avoir quelque chose. Il faut prouver donc, les années vides. Il faut les prouver, il ne faut pas. Si on a un vide entre les années, ou quand on a un consulat qui a été fait, on a un chéhada. Mais on a un peu de temps pour les procédures, les flots, les flots, les flots, les flots, les universités. Il y a un email type standard, ou c'est un peu de les écoles, ou un peu les universités, c'est un peu le consulat. في الجزائر ولا في تونس ولا في المغرب ما نعرف في اي بلد انت صيفط حتى القنصليه قول لهم فوالا عندي واحد لاني دو فيد واش الا ما درتلهاش بروف سوغ ان بروبليم فوالا هذا الشيء اللي كاين كنظن هذوك لي زاني الفو با باغمي لي كونديسيون كنت قريت ما خصكش انك تكون قطعت الدراسه ديالك بالنسبه لسعيد شكرا بزاف على لي زانفورماسيون بور مون كا انا عندي ليسونس ايتود انغلي محمديه مي باقا نقرا في لا ريجيون فلامون بروميير اني باغا نقرا في لا ريجيون فلامون بروميير اني في كاري لوفان ما غاديش يطلبوا ليا ليكيفالونس في هاد ريجيون فلامون اخويا ديال الباك ولا ليسونسياك نو بالنسبه لي باغي يقرا في بحال دابا عندك ديبلوم اونغلي من الاحسن ديري فورماسيون اون اونغلي لان ديجا عندك ان ديبلوم اون اونغلي يمكن هادي شوفي ديري فورماسيون اون اونغلي تقدر تدفعي قبلوك ديريكتومون بلا ما ديري هذيك لاني بريباراتوار ولا ولكن الا ما كانش عندك هاد لو ديبلوم اونغلي ديالك نتاع اونغلي با سيفيزون فوالا عندك ليسونس زيتيد اونغلي مزيان عندك لا ليسونس زيتيد اونغلي تقدري ديري فورماسيون ماستر في كاي لوفا شوفي شي يونيفرسيتي اخرى شوفي مثلا غون مثلا ولا خينت ولا غون يعني جي او ان تي حتى هي شوفي واش انهم يقبلوك في الماستر شوفي اليونيفرسيتي نتاع اونفيرس حتى هما تقدري تدفعي لهم وشوفي ديري اون فورماسيون دو ما الى الدبلوم ديالك اغري باش تقدري ديري لي ستود اون اونغلي شوفي شي فورماسيون اون اونغلي باش تقبلي ديريكتومون فوالا هادشي اللي كاين بالنسبه ل نشوف السؤال الاخر وفاء وي خويا فهمت مي بور لا دوري باش كيردو لي زيكول واش افون كان جور بالنسبه ملي كدير لا دوموند تاع لي زانسكريبسيون يعني هما يعني كيردوا في الوقت يعني ما عندهمش واحد الوقت محدد فوقاش انهم يديروا الدوسي ديالك كيخليو حتى كيجمع مجموعه تاع لي دوسي وكيردوا يعني كان جور 3 سمان يعني قبل لو ديلي يعني كيخليو هذاك لو ديلي باش الا كان شي يعني شي دوكيمون ناقص ولا شي حاجه ناقصه باش انكم تقدروا تصيفطوها يعني فوالا يعني دابا حتى بالنسبه للناس اللي دفعوا في لي زونيفرسيتي حتى بالنسبه للناس اللي دفعوا لي زونيفرسيتي غادي يبقاو دابا يعني ابارتيغ من لو 15 مارس كيبداو كي ريبونديو لان كيعطيو لكم ديجا ان ديلي ديال ان موا باش انكم تدفعوا لهم لي دوسي ديالكم والاخر بالنسبه لطاهر سلام اخويا انا بغيت ندير ستاج في لابيلجيك واش ممكن وي بالنسبه للناس اللي باغيين يديروا ستاج ممكن انك دير لو ستاج لو ستاج هو كيفاش باش غادي دير هذا لو ستاج انك كتشوف شي اونتربريز اللي باغي دير فيها هاد الستاج ديالك كتقول لهم فوالا مو جو سوي ان ايتيديون كذا كذا كتشرح لهم السيتياسيون ديالك كدير لهم ان سي في خصو يكون بروفيسيونيل كدير لهم دوموند بروفيسيونيل وكتشوف انهم يقبلوك في هذاك الستاج مي كيقبلوك في هذاك الستاج ديالك مي كيقبلوك في هذاك الستاج بهذوك الورقه نتاع لو ستاج اللي غادي تفوت كتمشي كدير
كتمشي كدير لا دوموند تاع الفيزا ديالك باش تجي كتفوت لو ساج. حتى كتشوف دومان دي ستاج تاع 3 موا ديال 6 موا ديال 1 موا ديال عام على حساب شوفوا شنو غادي يعطيو لك الاخر. من الاحسن انك تتصل بمجموعه تاع لي سوسيتي, مجموعه تاع لي سوسيتي اللي باغي دير فيهم الستاج ديالك, كتصيفط لهم وتوكل على الله هادشي اللي كاين. بالنسبه ليوسف لا رونتري 2017 لا رونتري 2017 راه كاينه يعني ما يعني راه الا قلت شي حاجه في 2017 راني غير غلطت وصافي يعني 2018 لا رونتري تاع 2018 فوالا هادشي اللي كاين. اذا فوالا كنشكركم على التواجد ديالكم معنا, كنشكر المشاركات ديالكم, نتمنى اني جاوبت على الاسئله يعني بما فيه الكفايه. كان شي سؤال اخر طرحوه في الجروب يعني هذا الاسبوع هذا كنت غايب لان كانوا شي التزامات, ان شاء الله الاسبوع الجاي نكونوا متواجدين بكثره, نكونوا متواجدين على اليوتيوب كذلك, نكونوا متواجدين على الموقع. كاين فيه مواضيع, زوروا الموقع راه فيه مواضيع مهمه اللي هذه تقدر تنفعكم. فوالا اون غارد لو كونتاكت ونتمنى التوفيق للجميع. مع السلامه.